بسم الله الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم، بيانفوني على شان ميليساكا. هنا اليوم ان شاء الله نزل عن طلبتكم، طلبتوا مني يعني حلويات، وكاين بزاف اخوات اللي طلبوا مني ندير لكم وصفه الكريوش. الكريوش اللي كنت عملته من قبل، ولكن يعني كنت عملته بالعجينه اللي بقات لي من البقلاوه. يعني كاين اخوات اللي طلبوا مني وصفه الكريوش، ويعني بعجينه اخرى، يعني ماشي تاع البقلاوه. ما كان حتى مشكل، دونك باش نخدموا هاد الوصفه تاع كريوش يجي هايل، يجي مرق، يجي روعه. لانه الكريوش السر تاعو انه لازم يجي مرق، يعني ماشي من يجيكم عجينه. لازم لي المقادير التاليه. هنا في لي زانغريديون بور 1 كيلو دو فارين، يعني عندي كيلو تاع فارينه اذا خدمته بالرطل تاع فارينه. دونك كامل لي زانغريديون اللي حنقولهم لكم تقسموها على نصف، بما فيها الحبه تاع البيض، يعني حتقسموها يعني على زوج. صافي تجي ديروا لا مواتي تاعها، ضربوا حبه بيض، ديروا النص وخلوا النص. هذه في حال اذا خدمته 500 غرام دو فارين. انا اليوم حنخدم ب 1 كيلو دو فارين. لازمني المقادير التالية. دونك عندنا هنا حبة بيض، ان اوف فونتي، عندنا دو باكي دو لوفير شيميك، زوج باكيات تاع خميرة، خميرة الحلوة، ما يعادل 20 غرام. دونك شاك ساشي فيه 10 غرام. عندي اون بانسي دو سال اي اون بانسي دو فاني، الملح والفانيليا. عندي مغرفة كبيرة تاع الخل، وعندي هنا 250 غرام 250 غرام دو بور دو فويتاج. انا نخدم الكريوش بزبدة التوريق. هذا يعني سر نعطيه لكم. خدموا الكريوش تاعكم زبدة التوريق، لو بور دو فويتاج حيجيكم روعة. بالنسبة للناس اللي ما توفرتش عندهم زبدة التوريق، يخدموا بالمارغرين، ما كان حتى مشكل، واكيد نطموا بالماء الزهر والماء. دونك نبدا بسم الله. الوغ انا حنخدم بلو بيترين، اللي ما عندهاش بيترين تخدم بيدها، ما كان حتى مشكل. دونك نحط لا فارين، نحط الملح ولافاني، يعني المكونات الجافه. الوغ نزيد معهم لا لوفور شيميك، يعني بدينا بزانغريديون ساك هكذا، ونبدا نخلط او ميم طون. الزبدة التوريق تاعي راهي تبرد شوية. العجينة تاعي خليتها تعجنت حوالي 5 دقائق، يعني لازم تكون معنا هكذا يابسة باش يجيكم كريوش شباب ويجيكم مورق. لازم تكون العجينة يابسة، يفو با تكون طرية. دونك انا دركا حنغطيها بابي فيلم ونخليها شرط اساسي تريح في فريغو في الثلاجة. لازم تريح مينيموم ساعة. لاباط تاع الكريوش ما تقدروش يعني تخدموا بها هكذا، لازم تخليوها تخمر، راح تريح ساعة ان شاء الله في الثلاجة وفريغو، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. بسم الله. هنا العجينة تاعي، دونك درت هكذا يعني عجينة صغيرة، حليتها في لاماشين في الرقم الان ولا دو على حسب لاماشين تاعكم. درت لها المايزينا، طويتها على زوج، زدت عاود حليتها في الدو بلا ما نعاود نطويها، نزيد نعاود نحلها في رقم 5، نتحصل على هاد العجينة رقيقة كامل. تعرفوا يعني تفتحوا العجينة تاعكم ما نحلوهاش رقيقة كيما البقلاوة ابدا، يعني لازم تجي شوية ملحمة العجينة تاعنا. دونك بواسطة الجرارة نقطع لها لي كوتي، فوالا، و لو موديل. الوغ نقطع ان كاري كيما هذا، ونعمل فيه فتحات حوالي 4 إلى 5 هامليك، نفتحهم. الوغ واش ندير، نرفدهم، ننفضهم بيان سور، وندخل هكا صبعي الاول هكا، نخالف حبه مع حبه، يكون هكا. نزيد نجيب صبعي من تحت ونزيد نرفد الجهه التحتانية، يعني هاد لو دوا مع هذا راهم متقابلين. واش ندير دركا، هذا لو بوين هذا مع هذا اللي يتقابلوا، شوفوا مليح معايا واش حندير. نعاود لكم يعني باش تفهموني. نفتح هكا، نرفد، نخالف، نزيد ندير لو دوا تاعي منا
دونك هنا عندنا الحبات هادوما اللي راهم متقابلين، هادو راح نلصقهم بالبياض تاع البيض. هذا لي بوين هادوما في زوج، نلصقهم هكا هادي مع هادي، ونحطهم هنا من تحت، ونفتح الوردة تاعي نخرجها هكا، ولكن الحبة نحطها في لو بلون دو ترافاي اي جو ترافاي، نخرجها بهاد الشكل. هاي ليك الوردة تاعنا، نروح نحطها في المقلة. ها هي هنا، ونخليها هذا فلوتي في هذا الزيت، نشوفوا كيفاش يخرج الشكل تاعها. ما شاء الله وردة. هذا يعني بالنسبة للناس ما يحبوش الحبة تاع الكروش تكون كبيرة بزاف وتكون باهية، تكون جولي او ميم طون. هلا الوغ الكريوش تاعنا هاوليك راهو واجد حاضر. انا لما نخدم الكريوش نوصيكم دائما نحطوه دون اون بواط بيان فيرمي، يعني علبه تكون محكمه الاغلاق، باش يقعد لنا يعني كيما راح. وقت ما تحبوا تسربوا الكريوش تاعكم تعسلوه في شويه سيله، ما نخلطوا لها حتى حاجه، لانه اذا ضفنا لها شويه ما زهر راح يتمدلنا وما يكونش يعني يقرمش. الكريوش لازم يكون خفيف. هذه الوصفة روعة، كاش أحسن يعني من كريوش مع لاتاي. الله حنا نقولكم جربوها، راهي في غاية الروعة. البنة تاع هذا الكريوش وحدها. نتمنى إن شاء الله أنكم تجربوها. في الأخير إذا عجبتكم الفيديو كما العادة نقولكم أبونيو على شان ميليسا كاينة، ما تنسوش جيم، ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس الموجود بزر الاشتراك. قولكم على بروشين ان شاء الله. سلام.